لعب 47 مباراة، كسب 35، اتعادل 8، خسر 4. الأربعة اللي خسرهم كان من ريال مدريد وفلامينجو وصن داونز، وكان الهلال في السودان. دول الأربعة اللي خسرهم. طبعا حقق 4 بطولات من 4، وخسر بس كأس العالم للأندية. خسر تمام. كأس العالم للأندية؟ ما عندوش فكرة. نسبة الفوز 74 و46%، يعني 75%. أحرز أهداف 8، ولعبت النادي الأهلي يعني جابت 88 هدف معاه، استقبل أهداف 28. بص على الرقم اللي جاي ده مهم أوي، الشباك النظيفة 30 ماتش من 47 ماتش. ده دليل إن هو قوى الأهلي دفاعيا وقوى الأهلي هجوميا، أعاد شخصية وهيبة النادي الأهلي بالبطولات اللي بيجيبها، بطولة بتجيب ورا بطولة، اكتسب الخبرة الأفريقية، وإن شاء الله لما ياخد كمان السوبر الأفريقي وياخد الدوري وياخد الكاس، أعتقد إن هو قدام موسم تاريخي في النادي الأهلي السنة دي.